مساء الخير. يمكن أكتر خبر مسيطر على الصحافة المحلية هو غرق المركب اللي كان يعني مركب هجرة غير شرعية في رشيد في محافظة البحيرة. هبدأ مع حضراتكم بآخر الأخبار اللي عندنا. آخر الأخبار عندنا من المتحدث العسكري وتصريحه بأنه كان في إحباط محاولة تانية لهجرة غير شرعية المركب عليه 294 شخص في شمال العالمين. المتحدث العسكري كمان بيقول إنقاذ 163 شخص وانتشال 42 جثة بعد غرق مركب غير شرعية أمام سواحل رشيد. يمكن ده أهم خبر مسيطر على صحافة القاهرة اللي هتشوفوها بكرة وهنرصدها مع حضراتكم في صحافة اليوم. أهمية الخبر ده كمان إنه بيجي متوازي مع اجتماعات الأمم المتحدة وإزاي العالم بيتحدث كله عن أزمة الهجرة غير الشرعية وإزاي العالم يقدر يواجه الموضوع ده، لأن الموضوع ده يعني العالم كله واقف قدامه. يعني في دول أوروبية غاضبة من استقبال اللاجئين، شفنا إزاي في مؤتمرات بتتحدث عن المسألة دي، شفنا كلمة الرئيس السيسي وهو بيتكلم على ضرورة فتح الحدود للمهاجرين. طيب المشكلة بقى معدية كل ده بأنه دلوقتي في أرقام من المواطنين اللي بيموتوا كل سنة في البحر المتوسط. يعني حسب تقرير من المنظمة الدولية للهجرة أنه في 4027 مهاجر ماتوا بس السنة دي في البحر المتوسط. رجعنا حبينا نشوف طيب أخبار قانون الهجرة غير الشرعية إيه؟ رجعنا للجرايد حبينا نشوف المنشطات والأخبار والأرشيف بيقول إيه؟ لقينا أنه الحكومة حكومة مهندس شريف إسماعيل في 25 نوفمبر 2015 نوفمبر اللي فات أقرت قانون أو عملت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. الحكومة عملت ده وعملت له بنود وكل حاجة، ولكن النقاش توقف على القانون ده بسبب يعني كان مفترض ان هو يتم ارجاءه لحد ما يعقد البرلمان وان البرلمان يقر ده. تابعنا برضو في التصريحات لقينا انه كان في انشاء لجنه وطنيه تنسيقيه لمكافحه الارهاب، وبالفعل تم انشاء اللجنه دي. بعدين بعد كده عندنا في سجن وغرامه، سجن يعني بيوصل لسجن مشدد، وفي بعض التصريحات ان هو سجن ممكن يعني يتم تغليظ العقوبه لانه يوصل سجن لمدى الحياه للناس اللي بتتاجر، لانه في ناس بتتاجر في مساله الهجره غير الشرعيه. فكان في عندنا قانون بيتكلم على تغليظ المساله دي، وكمان غرامات كبيره سواء على اللي بيتاجر فيها، سواء على المركب اللي بتطلع صاحب المركب، او على الميناء اللي بتساعد او بتسهل مساله خروج المركب. السفيره نائله جبر وهي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانشأت المجلس ده من او اللجنة دي من سنة 2014، قالت في اكتوبر 2015 انها بتعمل دراستين، وحددت كمان المحافظات، في عندنا 10 محافظات بتتسبب او فيهم خروج لمهاجرين غير شرعيين، من ضمنهم البحيرة الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ. وكمان أعلنت السفيرة نائلة جبر إنها في الكلام ده كان في 7/9/2016 إنه هيكون في إعلان لنتائج الدراسات اللي هي عملتها بخصوص هذه المسألة وأسباب الهجرة غير الشرعية اللي بتخرج من عندنا من مصر. قالت كمان إن إحنا بالرغم من إن إحنا بلد غير مصدر للهجرة للمهاجرين غير الشرعيين، إلا أننا بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نتصدى للظاهرة دي ونحاربها بقدر الإمكان. في 24/8 السفيرة نائلة جبر استعرضت في البرلمان مع لجنة الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان مشكلة الهجرة وتأثيرها مش بس على المواطنين وحياتهم، كمان على الدخل القومي وعلى الاقتصاد في البلد بسبب الأزمات دي. ولكن بيفضل السؤال، طيب هو ليه لحد دلوقتي لم يتم إقرار القانون؟ وخاصة برضو أنه السفيرة نائلة جبر بتتكلم على أنه في حاجات كتير وفي تطبيقات كتير هما مش قادرين ينفذوها بسبب عدم وجود قانون،
بسبب عدم إقرار قانون لحد اللحظة دي. يعني في لجنة عندنا أو في لجنة موجودة وبتتكلم وبتناقش مسألة الهجرة غير الشرعية وأخطارها وبتعمل دراسات وهو من 2014، إلا أنه لحد النهاردة وفي قانون الحكومة كلمت عنه من نوفمبر 2015 إلا أنه حتى الآن لم يتم إقراره. وبتبتدي الحكومة بتتكلم النهاردة والبرلمان بيتكلم النهاردة على أنه في الفصل التشريعي القادم هيبدأوا يناقشوه عشان يتم إقراره. طب ليه ما حصلش ده في الشهور اللي فاتت؟ خلونا نروح لزميلنا كريم رجب في مستشفى رشيد وينقل لنا اخر التطورات عنده. مساء الخير يا كريم، ومن فضلك ان اطلعنا على الصوره. تبعت مصابين في هذا الحادث، حادث غرق المركب الذي كان يقل على متنه أكثر من 300 مهاجر بشكل غير شرعي، وغرق هذا المركب قبالة سواحل رشيد. هذا المركب كان يوجد عليه ركاب من 4 جنسيات مختلفة، الجنسية السودانية والإريترية والصومالية وأيضا المصرية. وفقا للإحصاءات التي حصلنا عليها من غرفة العمليات التابعة لمحافظة البحيرة، فحتى الآن ما تم إنقاذه حوالي 154 راكبا كانوا على متن هذا المركب، وايضا تم انتشال حوالي 42 جثه في هذا الحادث، وما زال البحث جاريا عن باقي الجثث في عرض البحر بواسطه قوات حرس الحدود وايضا بعض المراكب الخاصه بالاهالي هنا في مدينه رشيد. اسفل يعني في امام مستشفى رشيد العام يوجد مجموعة من الأهالي انتظارا للحصول على تصريح الدفن من النيابة العامة واستلام الجثث والجثمين الخاصة بضحاياهم، وأيضا يوجد يعني مجموعة من الأهالي يتمركزون أمام مركز شرطة رشيد وهم ينتظرون أيضا الحصول على تصريح الدفن. في هذا المستشفى يوجد حوالي يوجد حوالي 7 جثمين حتى هذه اللحظة بعدما استخرج تصريح واحد من النيابة العامة لإحدى الجثث واستلم الأهالي هذا الجثمان. ويوجد هنا في هذه الغرفة بعض المصابين، سنتعرف على تفاصيل الحادث من خلال هذا اللقاء معهم. نتعرف على حضرتك. أحمد درويش. عندك كم سنة؟ عندي 27 سنة. قول لي أنت منين؟ بلدي يعني من الزفت الغربية. قول لي احمد، يعني انت ليه فكرت انك تسافر؟ والله علشان كنت عايز ابقى مستور بس مش اكتر، مش عايز ابقى احسن من حد ولا حد احسن مني، خاصة ان احنا عايشين في مجتمع النهارده اللي معاه فلوس بيفرد صدره شوية. طب انت يعني السفر بشكل غير شرعي، عارف ان هو حصل قبل كده حوادث، انت ما خفتش وانت يعني فكرت انك تسافر بالطريقة دي؟ انا لو قلت لك ان انا لومت نفسي من جوايا او خفت ما كنتش هروح، لكن هي جت تسهيل كده من عند ربنا. البس لبست ومشيت، ما اعرفش انا ماشي ازاي، حتى عز الناس الى قلبي ما كانوش يعرفوا انفوجئوا بان انا مسافر. ازاي يا ابني ما تروحش التاريخ، هي جت كده. طب قول لي انت كنت بتشتغل ايه؟ انا نقاش وسواق برضو، بس طبعا دار تعبنا وكده ما بقدرش ان انا اصمت في الشغل كتير. ازاي بقى طريقه السفر تمت؟ يعني مين دفعت قد ايه ويعني وتم التفاوض مع مين؟ والله ان جيت تدور في موضوع هتوه في المركب كلها، لان المناديب كتير، ده المندوب بتاعه فلان وده المندوب بتاعه فلان وده بيطلع وده بيطلع وده بيطلع وده عايز ياكل فلوس وده عايز ياكل فلوس، ومش مهم عنده مصلحه الناس تموت تغرق تخفى، المهم ان هو يخبط له من كل واحد 5000 جنيه والدنيا تضرب تقلب مش في دماغه. طب قول لي بقى تفاصيل يعني او مين اللي انقذكم وانت يعني مثلا لحظه الغرق المركب كانت عامله ايه؟ كانت ازاي يعني؟ لحظه اغرقها كان عباره عن حاجه كده زي زهله كده، كله قايم مره واحده وخلاص، وفعلا الواحد كان قلبه حاسس ان هي الرحله مش هتتم. وبقيت اقول انا لو مت نهوت وطلعوني احسن ما اموت في نص البحر ما يعرفوش يعثروا لي على جثه، وافضل اهلي يتعذبهم بسبب انهم مش عارفين يلقوني. طب قول لي انت يعني بقى يعني ازاي تم انقاذك؟ انا كنت بعدت على طول، خفت لحد يمسك فيا. ف
عملت عملية كده وربنا جزاني وفعلا نجاني من أجلها. بنت كانت هتموت بسبب ان اهلها ماتوا، فجبت لها طوق نجاة وحطيتها على رجلها علشان ما تغطسي، وتعلقت فيها، فضلت زيها في الميه، وعشان بندعي ربنا بكامل ارادتنا يعني ان ربنا كلمة يا رب بقت مش عايز اقول لك بقت تروح لأبعد مدى في وقت زي ده. ما هو اللي شايفنا، ما فيش حد شايف غيره. يعني انت بعد ما اخدت العوامه مشيت قد ايه في البحر او سبحت قد ايه في البحر؟ القرصان بتاع المركب اللي نجاني قال لي الحته دي اللي انت خرجت منها، قبطان قال لي المركب ديت اللي انت خرجت منها الحته دي اللي المركب غرقانه فيها، وانت جيت شوي هناك عند المركب من هنا لهنا حوالي بتاع 6 كيلو في البحر. اللي انقذك مركب خاص بالاهالي؟ خاص بالاهالي، وكانوا 3 بيدوروا على المصابين وعلى الناس اللي هم الغرقى وكده. كانوا بيدوروا على الغرقى يعني بالتعاون مع قوات حرس الحدود؟ مهما كنت بتعرف تعوم. غرقان غرقان. انت عمت قد ايه بقى؟ هو العدد اللي بقول لك 7 كيلو. 7 كيلو. حوالي 7 كيلو، و7 كيلو مش لوحدي، ومش والطوق اللي معاها اللي على رجلها مش كافي. يعني انا برضو شغال بجسم بايداني. ايه ده، انا عايمه يعني الانسان بس سنده اللي كان ارفع وشي بعيد عن الميه. رجعت طبعا استفرغت حوالي 5 مرات. قول لي انت كنت ناوي تدفع قد ايه للي سفرك؟ والله اقول لك على حاجه، يعني لما اشوف التعب ده كله حتى لو وصلنا كان قد ايه كنت بتدفع على حد القول يعني كان 30 30,000 30 بس بنفس العذاب ده، نفس العذاب دوت، ولو وصلت ما انتش هترضى اصلا تديله حاجه، انت مش هترضى تديله حاجه، انت هتشوف العذاب ده كله وتروح تدفع فلوس، انت شفت الموت بعينيك. طب الشخص ده انت ازاي اصلا عرفته وازاي اتفقت معاه وهو وعدكم بيه؟ هو مات حاليا. مات هو وكان ابنه صغير في السن. كان على نفس المركب؟ ابنه صغير في السن، عنده حوالي بتاع ما كملش 7 سنين. منين بقى الشخص ده؟ كان من شبرا يعني وكده. شبرا؟ بس مات يعني. بس هل الشخص ده هو المسؤول يعني اللي كان بيجمع الفلوس من الناس الموجوده كلها ولا لا. ولا ايه بالظبط؟ لا لا لا، ما فيش الكلام ده. امال ايه؟ هي جت زي انت رايح فين؟ انا رايح في الحته الفلانيه خلاص. طب ازاي يعني فهمنا؟ فهمني انا برضو مش فاهم القصه بتتم ازاي. هل الشخص ده بقول لك انت طالع؟ قلت له طب خلاص. هو انا ما بعرفش بقى هو اتفق مع مين. هو من نفسه بقى بذات نفسه اللي طب لما يقع لها سفريه رايقه قدامك، قال له خلاص السفر هيقفل في الشهرين اللي جايين دولت، اخر رحله طالعه هشوفها لك. وفوجئت بعد كده لقيته بيقول لي تعالى. طب السفر تم ازاي؟ هاي المركب واحده اللي استلمتكم كمجموعه موجوده على المركب ولا كان في اكتر مركب بتنقلكم في البحر؟ ايوه ده كتير. ازاي بقى؟ ده 2 بياخدوك يودوك لواحده المركب؟ مركب صيد، والواحدة ديت زي عبرة جوه في الغريق جوه شوية. كانت فين منطقة؟ هل مثلا في كفر الشيخ، في البحيرة، في أي مكان؟ هو هنا في اسكندرية بس أنا مش واخد بالي من الشط أوي. هنا في اسكندرية. بس مجازفة. وعذاب مش عايز أقول لك. دي المركب الأولى، قعدتوا فيها قد إيه؟ المركب الأولى ما كناش خايفين منها. قعدتوا فيها قد إيه؟ قعدنا فيها بالظبط بتاع نص ساعة. طايره بينا سريعه يعني. هي نقلتنا في واحده زي عباره، العباره نقلتنا في واحده كبيره. كان العدد قد ايه في المركب الاول والمركب الثاني؟ هو نفس العدد بس اختلف بقى امتى؟ في الاخر لما قلنا هنطلع على 250 وجينا بصينا لقيناه جايب بدل ال 50 400. يعني حرام يعني، ما انت عارف ان المركب دي ما هتشيل، انت عايز تجازف تموت الناس وخلاص؟ طب المركب الثانية لما سلمتكم المركب الثالثة اللي هي المفروض تشيل 250 واحد عليها يعني او 250 شخص، كانت متمركزة فين بالظبط؟ بين السماء والأرض. لا ما انا فاهم، فاهم منطقة في البحر يعني، هل مثلا في منطقة بعيدة من البحر؟ على شط معين ما اقدرش اقولها لك لان احنا مش دارسين المنطقة. اللي يعرفوا المناطق ديت على بعد مش عارف ايه في الحتة الفلانية بتوع السواحل. لكن نقطة البداية كانت من الساحل قريب من اسكندرية. ديت كانت معلومة سليمة، كانت في اسكندرية ست نفسها. شكرا شكرا. اذا يعني ما زال طيب. ده كان كريم رجب في مستشفى رشيد مع احد المواطنين اللي نجوا من المركب
اللي غرق في يعني مركب رشيد، واللي تم إنقاذ يعني جزء كبير من الركاب اللي كانوا على المركب، مركب الهجرة غير الشرعي. ولكن يعني والخط للأسف اتقطع، فاحنا معرفناش نكمل كلامنا مع زميلنا كريم اللي موجود في المستشفى. ولكن في نقطتين مهمين، أو في ثلاث نقط مهمين في الحوار ده. أول نقطة انه المواطن يعني هذا المواطن البسيط اللي نجا الحمد لله من الغرق دفع 30,000 لسمسار الهجره غير الشرعيه. طيب احنا بنتكلم على تغليظ عقوبه على اللي بيتاجر في الهجره غير الشرعيه، وانه يدفع غرامه توصل ل 200,000. طيب شوفوا بقى الراجل اللي بياخد 30,000 من كل مواطن ده، هل بالنسبه له 200,000 غرامه ده هيكون مبلغ؟ هل هيكفي ان هيكفينا كده انه يتسجن مدى الحياه او سجن مشدد، وان هو بس كل حكايه يدفع 200,000؟ ده 200,000 دول يلمهم من مركب. طيب رقم اتنين، وانا معرفش ويعني اتمنى انه يكون ظني خاطئ وفي غير محله، ولكن عندي احساس وانا بتفرج على الفيديو ده انه وكأن هذا الناجي مش عايز يدينا معلومات كفايه عن الراجل اللي خد منه الفلوس، السمسار اللي خد منه الفلوس. قال لنا مات. طب هو فين؟ طب عرفته منين؟ في شبرا. ايوه يعني ايه اللي حصل؟ مين اللي دلك عليه؟ إيه احنا قلنا له بس ان احنا عايزين نروح كذا وهو بياخد مننا الفلوس. يعني ازاي في مواطن بيدي فلوسه للسمسار من غير ما يعرف منه تفاصيل؟ ما انت بتبقى مسافر، على الاقل السمسار ده قايل لك انه هينزلك في المكان الفلاني، ممكن تقابل حد، ممكن تعمل، يعني بيدي له تفاصيل، هو مش عايز يدينا اي تفاصيل. والراجل واكتفى بان هو يقول لنا الراجل مات. هل الراجل مات فعلا؟ الله اعلم. بس هل الراجل اللي مات اللي بياخد من كل مواطن 30,000 عشان يكسب من الناس دي، هل هو هيركب معاهم نفس المركب دي المعرضة للغرق اللي هو بيحملها أصلا بناس أكتر من حمولتها؟ هل ده وارد إن الراجل ده هيعمل كده؟ النقطة المهمة كمان بقى في الحوار ده، ودي اللي ترجعنا لآراء زي السفيرة نائلة جبر وأعضاء حتى في البرلمان لما بيكلموا على إنه العقوبات لوحدها مش كفاية، ولكن لازم بالتوازي مع فكرة العقوبات وبالتوازي مع فكرة ان انت تلاحق الناس اللي بتتاجر في المهاجرين وبتاخد منهم سمسرة وبتاخد من المواطن 30,000، انك تبتدي تشتغل على الظروف الاجتماعية، تشوف ايه هي الاسباب. وده اللي بالمناسبة السفيرة نائلة جبر مثلا بتعمله، بتعمل دراسات، بتشوف السن، مين اللي من الناس اللي بتسعى للهجرة، الظروف، انت بتبقى عايز تهاجر ليه، كل ده علشان خاطر يتم حله. طب احنا معانا على التليفون الاستاذ اشرف ميلاد وهو محامي وباحث في شؤون اللاجئين. مساء الخير يا استاذ اشرف. مساء الخير يا فندم. مساله الهجره غير الشرعيه، هل احنا شايفين تطور مثلا؟ يعني هل فكره المهاجرين غير الشرعيين وتصديرها دي بتتطور بتزيد، ولا احنا فعلا بالقوانين هنقدر ان احنا نحلها؟ طيب هو مبدئيا هي بدات يعني بشكل مكثف ده من 2013 مع زيادة حالة اليأس من تواجد خاصة اللاجئين السوريين في مصر بعد يعني تغير المعاملة في مصر بشكل أو بآخر في 2013، إضافة إلى أن أول مجموعة سافرت بعثوا صورهم، طبعا عايشين في السويد وفي إيطاليا، طبعا معيشة في فرنسا، فده يعني شجع الناس كلها، ناس كثيرة جدا إن هي تهاجر. لكن زي ما حضرتك تفضلتي من شوية، هو في فرق بين المهرب والمتاجر بالبشر. فمصر يعني تم من 2010 قانون 64 لسنة 2010 الخاص بالتجار بالبشر، لكن طبعا في فرق كبير. فاعتقد ان دلوقتي في دور على سن قانون لمعاقبة المهربين بشكل اقوى. يعني هل القانون كافي؟ فكرة سن قانون ووجود قانون هل هتكفي؟ هو احنا دايما حتى لما بنيجي نتكلم عن القانون بنقول في حاجة اسمها الإرادة السياسية. هقول لحضرتك حاجه، يعني انا عشتها من يعني من سنه 2013 2014 كنت بعمل مقابلات مع الناس اللي اتقبض عليهم قبل ما يهربوا، فكانوا بيقولوا لي لا ده احنا بنشوف في اسكندريه اعلانات على شركات سياحه بتقول رحله الى شواطئ اوروبا، وناس بتورينا رخصه التسيير بتاعه المركب. طيب انت وكيل النيابه بيحقق معاك، اديته رقم تليفون الناس، ادينا له رقم تليفون الناس المهربين واسمائهم، وانا يعني انا كاشرف كده كمواطن عادي لما بقرا الجرايد
ما افتكرش اني شفت خبر القبض على مهرب من المهربين. في حاجه ثانيه يعني من الواضح طبعا المساله مافيا كبيره، لان يمكن اللي الناس مش واخده بالها منه ان لما بيوصلوا ايطاليا طبعا سواحل ايطاليا وبالتاكيد بالتحديد جزيره لامبيدوسا، الناس طبعا بيجمعوهم في مراكز استقبال لكن بيعملوهم معامله اللاجئين الا ان يثبت العكس، فما فيش عقوبه. ولكن الشخص اللي بيدخل بالمركب هو بيبقى معاه تليفون الصوريه بيبعت اس او اس يعني رساله استغاثه للحرس الاطفر السواحل الايطالي، وبيرمي التليفون ده في الميه وبيسلم نفسه بالسجن. طب من خلال الحوارات اللي حضرتك بتعملها مع الناس والمقابلات دي، هل بتحس انه هم بسهوله بيقولوا على السمسار اللي اخذ منهم الفلوس وركبهم المركب وسفرهم، ولا بيخفوا المعلومات دي؟ هقول لك حاجه، في البدايه فعلا 2013 كانوا بيدوا المعلومات دي. اتخيل ان بعد كده، لان في ناس، في واحد اتقبض عليه ثلاث مرات، يعني اتقبض عليه ثلاث مرات يعني بعد ما سهلنا في ان هو يتم الافراج عنه اتقبض عليه مره ثانيه، وبعد كده اتقبض عليه مره ثانيه. وفي حالات كتير ناس لاجئين عندي بيكلموني وبعد فتره زمايلهم بيقولوا لك خلاص هم هربوا، يعني فناس بتحاول محاولتين وثلاثه. زي ما بقول لحضرتك هو في مافيا كبيره في الموضوع، وهم بيتعاملوا معامله تجار المخدرات، بمعنى ان تاجر المخدرات ممكن يسلم واحد او يسلم مجموعه مقابل انه يمرر صفقة. يعني انا هقول لحضرتك اللي لفت نظري. يعني احنا زميلنا دلوقتي كريم رجب اللي كان موجود في مستشفى رشيد كان بيسجل مع واحد من المواطنين اللي نجوا، وسالوا عن السمسار اللي اخذ منه الفلوس فقال له ده مات. انا ما اعرفش ليه حسيت ان هو مش عايز يقول له المعلومه بشكل كامل، هل ده وارد؟ انا مصدق برضه انه ما ماتش لسبب. في حد يعني حاله كانت عندي من حوالي شهرين وفوجئت ان هي سافرت بعد كده في تاني محاولة، قالت لي في راجل عامل لي ايصال امانة فعايزك ترفع لي عليه قضية وكده، وبعدين اتصل بيها لا انا عندي ضمير هطلعك مرة تانية يعني. قالت لي خلاص. فده يعني ممكن يكون السبب انه مش عايز يدي تفاصيل مع يعني امل ان المحاولة ممكن تنجح مرة تانية. معلش يا اخوانا دلوقتي الخفر السواحل شادد حيله شوية فنستنى شوية، رغم ان كان فترة بالفترات يعني المهرب ده اصلا بني ادم ما عندوش ضمير، فكانوا بيجمعوهم في بيت مثلا هتسافروا الفجر النهاردة يروحوا مبلغين البوليس عنهم ياخدوا منهم الفلوس ويبلغوا عنهم. نعم انا عايزه، لكن من كتر ما الناس يائسه طبعا يعني بتستسلم لده. طب اخر سؤال هساله لحضرتك قبل ما نقفل، يعني دلوقتي برضو المواطن ده كان بيتكلم على انه ادى للسمسار 30,000، الارقام اللي حضرتك سمعتها من خلال حواراتك مع المواطنين او المهاجرين غير الشرعيين كانت بتبقى بتتراوح ما بين كام؟ بدات من 2000 واعتقد في اكثر من 3000 كمان. لا هو بيقول 30,000 دولار. لا دولار، لا ما بتعملوش بالمصري، ما بتعملوش بالمصري. هي المركب يعني لو عليها 100 واحد مثلا احسب لحضرتك يعني حوالي 3 مليون يعني. أنا بشكرك يا أستاذ أشرف، أستاذ أشرف ميلاد المحامي ويعني المتخصص في مسألة المهاجرين واللاجئين. السماسرة ما بيتعملوش بالمصري يا جماعة، يعني عايزين نقول لمحافظ البنك المركزي إنه في عندنا سماسرة بيتاجروا في الهجرة غير الشرعية وبيقبضوا بالدولار، والأفارقة بيجوا بيدفعوا بالدولار عشان بس نعرف دولاراتنا بتروح فين والدولارات والحاجات دي برضو بتروح فين. خلونا نشوف أبرز منشطات وعناوين صحافة القاهرة وبعدها نكمل جولتنا.